قال ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال قلنا الذي لا يولد له. وهذا معناه من حيث اللغة، الذي لا يولد له يقال له الرقوب، يقال له الرقوب. فقال عليه الصلاة والسلام ليس ذلك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا، لم يقدم من ولده شيئا. نقلهم إلى المعنى الذي فيه النفع العظيم للعبد في الآخرة، ذلك أن الذي يكرمه الله عز وجل بأن يكون له من ولده فرط، بأن يكون له من ولده فرط فيصبر ويحتسب ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، فهذا الرقوب، هذا الذي له ثواب عظيم عند الله عز وجل مدخر لصبره واحتسابه. وقد جاء في هذا أحاديث عظيمة تدل على عظيم الثواب الذي أعده الله لمن قدم من ولده، معنى قدم من ولده أكرمه الله عز وجل بوفاة ولد له وهم صغار فاحتسبهم عند الله. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبضت الملائكة ولد العبد المؤمن قال الله عز وجل لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة نعم، فيقول الله سبحانه وتعالى قبضتم ثمرة فؤاده، هكذا سمى الولد سبحانه، قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة نعم، فيقول الله عز وجل فماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. فيقول الله سبحانه ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وفي الباب أحاديث كثيرة، لكن أعجبها وأعظمها وأكبرها وأعلاها شأنا في تقديري والله أعلم، الحديث الذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخ بخ خمس ما أثقلهن في الميزان، خمس ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للعبد المؤمن فيحتسبه. سبحان الله، قرن هذا الأمر العظيم مع الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى في الثقل في الميزان يوم القيامة، في الثقل في الميزان يوم القيامة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولهذا كان بعض السلف، واقرأوا بعض الآثار في هذا الباب في كتاب النفيس في بابنا هذا اسمه برد الأكباد عند فقد الأولاد، برد الأكباد عند فقد الأولاد، هذا كتاب عظيم جدا في بابه، ونقل نقول مفيدة ونصوص عظيمة وآثار عن السلف. ومما نقل عن بعض السلف في هذا الباب أنهم يعدون هذا الولد الذي يتوفى صغيرا ويحتسبه والده، يعدونه هو الولد الحقيقي، يعدونه هو الولد الحقيقي. لماذا؟ لأن ربحه واضح،
بين، انظر الأحاديث التي مرت وغيرها مما جاء في هذا الباب، فيعدونه الربح الحقيقي والثواب البين، يتوفى له ويحتسبه عند الله سبحانه وتعالى.